ما في سؤال. كان في سؤال عم يسأل إنه بل أصل الضفيرة للنساء بالأصل؟ هو أصله للنساء بس عمموه أظن في الفقه الحنفي، بدها مراجعة هذه المسألة، لست متأكدا منها. في سؤال آخر. سيدي، في الوصايا ذكر أنه فلا بد من توحيد عينه وكثرة أسمائه، فما المقصود بالتوحيد العين هنا؟ يعني أنه ذات الإله واحدة وأسماؤه وصفاته كثيرة متعددة لكن ذاته واحدة. يعني حتى هو بيركز، يعني مع أنه ما أجى لفظ وحدة الوجود في أي كتاب من كتب الشيخ الأكبر، لكن بيركز بيقول لك ليس بين العبد والرب وجه جامع أبدا، يعني من حيث الذات. وبيقول إياك أن تقول كما قال العاشق أنا من أهوى من أهوى أنا، فلاستطاع تصير الذاتين ذاتا واحدة ما استطاع. فلذلك بدنا نميز بأذهاننا، وإن كنا نحن لا ندركها، بين الذات الواحدة وبين الصفات والأسماء والأفعال المتعددة. سيدي لما قال إنه لا يعقل إلها إلا من حيث أسمائه، يعني لا يمكن يعني بس في الذات أن يعرف أنه إلها؟ نحن بالنسبة للذات لا نستطيع أن ندركها، ولا أحد يستطيع أن ندركها، لأنه إذا أدركناها بنصير قاهرين لها. فلا، والله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، إنما يعرف سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وأفعاله، لكن حقيقة الذات ما نعرفه لا في الدنيا وعلى قول ابن الهمام ولا في الآخرة. يعني لما نراه سبحانه وتعالى ما نرى رؤية إحاطية. في سؤال آخر. سيدي قال لما إذا اجتمع الإنسان على يعني بنفسه في الدين فإن الشيطان لا يستطيع أن يغلبه مع مساعدة لمة الملك، ما هذه اللمة؟ هذه يعني لما يكون الإنسان يحسن صحبة الملك. شو يعني يحسن صحبة الملك؟ يعني بالطاعات التي شرعها الله تعالى وترك المعاصي التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى أو نهانا عنها، بيصير الملك قريب منه. مثال عليه أنا دائما بذكره وإن كان الحديث متكلم فيه، إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك ميلا من نتن ما جاء به. هذا هو أظن القريب. فهون لما يكون أنا ما بفهم شو يعني بعده وقربه، لكن أنا بفهم أنه لما يكون قريب يكون مساعدته للإنسان أكثر. تفضل. يعني هل هناك يكون سيدي يعني الملك يعطي فائدة للإنسان بي 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 باتصال معين ولا بشيء معين، ولا هل طبعاً قريبا طبعاً من طبعاً طبعاً الملك يعطي فائدة. وفي بالحديث النبوي الشريف عن القاضي إنه نزل عليه ملك يسدده، فهذا من الفوائد التي تعطى، وهذا مذكور بالقرآن. إذ قالت الملائكة يا مريم، السيدة مريم ما هي نبي ولا رسول، فكان لا علاقة مع الملائكة. وهذا ممكن يحدث الآن مع الناس، يعني ممكن يحدث. إيه نعم، بيكون علاقة مع الملائكة. نعم، لكن سيدنا الشيخ الأكبر بيقول أنه ما بيجتمع الرؤية مع الكلام بالنسبة للملك بالنسبة للولي، كما أنه لنبي لا يجتمع الرؤية والكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى. طب هي سيدي كيف غير النفث بالروع؟ نفث في روعي، مو روع. الروع هو الفزع، هذا نفث في روعي، وهذا من أنماط الوحي التي لا أعرفها أنا لأنه ما جربتها. الشيخ شايف كيف في ذاكرين إلهام عند الملائكة عند الأولياء، وذاكرين كشف وما إلى ذلك، لكن نفس في الروع ما أظن أنه أحد ذكره ولا أحد يذكره، لأن هذا من أنماط الوحي التي هي خاصة بالأنبياء. النفس في الروع وليس في الروع. جزاكم الله خير سيدي. وإياكم. في سؤال آخر. ذكر في الشيخ في الفتوحات قال شو قال؟ ما طلع معنا ماذا قال؟ إذا ممكن هذا السائل يكرر سؤاله
في كتابة أو يقولوا نظريا، قال ما دليل من يقول بفضل الغسل في يوم الجمعة؟ الشيخ الأكبر كان يعتقد أنه غسل يوم الجمعة فرض، وبيعتمد على حديث أظن رواه سيدنا أبو سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أين يوجد، أين نجد كتاب تكلم عن مسائل ذي النون مو ذي النور الستة؟ أظن هذه من المحالات العقلية التي ذكرها الشيخ الأكبر بأرض السمسمة، بس الآن أنا لا أستطيع أن أحيلك على كتاب. السؤال أين نجد كتاب تكلم، طيب ما دليل من يقول بفضل الغسل في يوم الجمعة؟ ذكرته. من المذاهب الأخرى ما في يوجد مذهب من المذاهب الأربعة يقول بالفرضية. ليش؟ لأنه حديث سيدنا سمورة أنه من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. شايف كيف؟ هذا ما في خلاف أظن بين العلماء أنه يجزئ الوضوء، لكن مذهب سيدنا الشيخ الأكبر على أن الوضوء الغسل فرض. في سؤال آخر؟ There's a question, Sayyidi. Are there exceptions to staying with the majority? Yes, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam did mention that أن الإسلام بدأ غريبا weird or strange وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء. In another word, we should arrange ourselves, you know, to have our heart and our direction toward not our time. Because the people of our time, they were described as husali, you know, another hadith. But we have the majority, we have the, for the mazahib al-arba'a, for al-muhaddithin, for qurra, and all of this, we should put under consideration. في سؤال هنا، غسل الجمعة لليوم أم للصلاة؟ في خلاف، وأظن من العلماء الحنفية الحسن ابن زياد قال أن غسل يوم الغسل لليوم وليس للصلاة. هل كل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين؟ هذه مسألة أول على علمي أول من طرحها هو الإمام السيوطي. إذا ممكن اللي بعد سؤال يكمله وكلام الفلاسفة في فرق عظيم، لأنه كلام الشيخ الأكبر هو يذكره في رسالته الإسراء هو كلام ذوقي ليس عقليا، كلام الفلاسفة هو كلام عقلي قد يكون صواب، لاحظت كيف، لكن طريقة الأخذ مختلفة جدا، واحد كلام ذوقي واحد كلام عقلي، في فرق كبير. كنا نحن ما بنفهم هذا الكلام ما بيدل انه هو من الفلسفه في شيء، لكن في كثير ناس بيتهموه بالفلسفه، هو ابرأ الناس عن الفلسفه الشيخ الاكبر، وهو يقول انه ما كان يشتغل بالفلسفه ابدا. اذا تعدت الاقوال في مذهب وكان مفتي به احد فالممكن الاخذ بالاقوال الاخرى، القول الضعيف يؤخذ به للضروره فقط. في الفقه الحنفي الكمال ابن الهمام حرر انه يعني بس بيجي اربع اقوال معتمده، والشافعيه جوزوا ان يعمل به لكن لا يفتي به، وجائز تغيير تقليد غير الاربعه من غير افتاء. لماذا؟ لانه اتفقت الكلمه، وهدول المذاهب الاربعه يعني صار فيها خدمه من علماء بعد علماء قد يكونون الوفا او اكثر من ذلك، فهذا هو السبب، نقل التواتر وخدمة العلماء لهذا. فلذلك بالمذهب الحنفي وأظن في كل المذاهب لا تجد أنه القول المعتمد أو القول المفتي به دائما بيكون قول إمام المذهب.
فتور الهمة ينبغي ألا هذا سؤال ما السبيل المواظبة على الورد اليوم القرآن نقرأ عدة أيام ثم تفتر الهمة. فتور الهمة هذا شيء يعني ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، وعلى الأقل لازم إنه الإنسان يكون يعني أنا إذا بدي أطبق عمليا الآن بالجوال بنحسن نضع القرآن كله ويقرأ بضع صفحات من هذا الجوال. Exceptions, I don't have in mind the exceptions, you know, I gave some examples, let's say, but exceptions I don't have in the mind. لا 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 يدل مفهوم المخالف غير معتبر بالفقه الحنفي. وهون كل نوع من أنواع الوحي لا وكل نوع من أنواع الولاية أنا ما عندي علم فيه، فلذلك أجيب بقضايا الولاية لأنه يوجد أناس بشر مثلنا، لكن بقضايا النبوة بما أنه ذوقية وفيها وحي لا يمكن. ممكن تبيين وحدة الوجود، يعني في صفة لله سبحانه وتعالى اسم الوجود هي نفس الصفة الموجودة لكل العبيد، لكن مثل ما بيقول سيدنا الشيخ الأكبر تعلقها بالله غير تعلقها بالعبد، هذا ما يمكن. هم يتكلمون عن الصفات لا يتكلمون عن الذات، ففي نصوص كثيرة عن الشيخ، يعني مو أنا اللي عم برر الآن أو كذا، في نصوص كثيرة عن الشيخ. فهل استطاع تصير الذاتين ذاتا واحدة؟ العبد والرب لا يمكن أن يجتمعا بوجه واحد قط. لاحظت كيم؟ نعم. لماذا خلف العاشر له قراءة مستقرة مع أنه لا يخرج من قراءات قراء الكوفة قبله؟ هذا أمر كان جائز في تلك العصور أن يختار الإنسان، فلذلك لا نستطيع أن نطبق بين قراءة من القراءات العاشر وبين قبيلة أو لهجة قبيلة من ذلك. خلف العاشر اختار هذه القراءة، فلذلك كان قراءته مستقلة. وروى عن حمزة، روايته عن حمزة غير قراءته. ما هي شروط التقليد للمذاهب الأخرى خشية التلفيق؟ التلفيق في المعتمد، القول المعتمد عند المالكية يجوز في العبادات ولا يجوز في المعاملات، وعند الحنابلة يجوز مطلقا. عرفت كيف التلفيق؟ إنه نعمل شيئين متناقضين، مثل إذا واحد نزل منه دم أو لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، هذا بالنسبة للحنفية. أما الشافعي بيعتبروا الطهارة والوضوء، الطهارة والصلاة بيعتبرون شيئين مختلفين. هذا المعتمد على ما فأفتى به الزيادة. هل يجوز إقامة في بلد لا تقيم شعائر الإسلام ولكنها عادلة؟ على رأيي، وطبعا هذا الرأي ما له قيمة، بس هذا رأي الشيخ الأكبر، بيقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقوم بمن أظهر المشركين. يعني إذا قلنا أنه أعز شيء في حياته هو دينه، لازم يدائله صرفة لهذا الأمر. بجوز يعني أنا مريت بهذه التجربة، أنا كنت مقيم هناك وكان العيشة سهلة، وأنا والله أقسم بالله أني لست نادما على شيء مما فعلته بنفسي أو بأولادي. وهل من الممكن القياس على ذلك عندما هاجر الصحابة إلى الحبشة عند ملك عادل؟ هذا الضرورات تبيح المحظورات، لما أمرهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن نحن الواقع نحن في إحصائية، يعني في إحصائية مذهلة عم يقول الأحفاد مع 96% منهم ما عم يكونوا مسلمين. جايف كيف؟ وفي ناس انتقدوا عليه هذه الإحصائية، قال لأن هي العدد النسبة أكثر من ذلك، يعني ما بعرف قديش بيكون أكثر من 96%. وفي دراسة أجريت بأمريكا ربع أولاد المسلمين ما عم يكونوا مسلمين، فلذلك هذا نحن أحسن شيء من نصنعه لأنفسنا أو نؤديه لأبنائنا. العدل وما إلى ذلك هذا لا يعدل، هذا نور الإيمان الذي وضع الله في قلبك،
نحن يعني يقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهذا نور وضعه الله في قلوبنا لا ينبغي أن نفرط به. وهذا مو شيء غريب هلا الشيء الذي يحصل ليقول صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قبيل، يعني مشان يكون سندويشته أطول أو عنده سيارات أكثر أو كذا يفرط في دينه، لا أنا لا أرى ذلك. في سؤال آخر؟ عندي سؤال. السبب في أن الأطفال يكون عندما يصبحون في عمر الشباب يهرمون المساجد، هذه المشكلة نعانيها ومعروف ليش السبب، وإن كنت أنا سألت بعض الأولاد عن ذلك. هل علم السيرة يعود إلى علم الحديث في القبول والرد على الأخبار؟ لا، علم السيرة استقل عن علم الحديث وصاروا يقبلوا أخبار شبه مقبولة لكنها ليست موضوعة. كيف تدرس السيرة إلى العوام؟ نحن العوام أهم شيء، لأنه هذا آسف أنا من تجربتي في الحياة الدنيا ما عم نحسن نحن نحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، وما عم نحسن نقوله لأبنائنا. أنا ما عم أتكلم على بلاد الغربية، بتكلم هون في شاب قال لي شو هي القبة الخضراء، كنا فاكرين مسجد من المساجد، يعني مو عارفانين انه هذا قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانه هذا رمز له. فلذلك خلينا نحن نركز على الاساسيات في ديننا، نركز انه نحن نحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونورث اولادنا هذا الحب. في حوادث بحادثه واحده بالكتب السيره، هذا يؤخذ بعين الاعتبار. طبعا لما فصلوا علم الحديث عن السيرة ما عاد السيرة بقوة علم الحديث. وطبعا يعني أنا فقدت الثقة، كان عندي اهتمام بالأسانيد الصحيحة، بعدين وجدت رجل مؤلف يعني أنا أعتبره، وجدت مذاكر بنسب النبي صلى الله عليه وسلم من النضر ابن كنانة، مع أنه هذا مذكور في البخاري، فشكيت في كل هذه الأمور. يعني نرجع أنه نحن فهمنا لهذا الحديث لأي درجة بيصل. هل ترون الأخذ برأي الشيخ الأكبر في الفقه؟ الشيخ الأكبر هو صح إمام مجتهد صاحب مذهب، على قول الشافعية بجوز تقليده لنفسه، أما الفتوى لا. ممكن توضيح مسألة التوفيق عند الحنفية؟ يعني إذا كان فعل شيء متناقض مثل نزول الدم ومس المرأة بيكون هذا غير صحيح وضوءه لا على مذهب الشافعي ولا على المذهب الحنفي. يعني إذا مثل كمان ذاكر ناصص ابن الجزر بالقراءات، إذا قال واحد فتلقى آدم من ربه كلمات، صارت هالجملة بس فيها مفعول به اثنين وما فيها فاعل. أنا لا يوجد عندي شروط، لكن أنا لي عقل، يعني بدك تفك لي رأسي وتغيره، شايف كي إذا عجبتني القراءة بعطي إجازة، ما عجبتني القراءة في كتير ناس ختموا عندي وما عطيتهم إجازة. هل تجوز إجازة القرآن في القراءة عن بعد؟ الواقع يعني شايفين كيف، يعني حتى أنا هلأ لابس البيجامة تحت القلابية مرتاح يعني بالقعدة، عرفت كيف؟ والدكتور أمين طلب مني أنه نساوي درس بغير موضع، قلت له لا ببيتي بدي ساوي. فهوني أنا هذا اللي بخاف منه، أنه إذا كان واحد عم يساوي على السكايب أو على الإنترنت أو ما إلى ذلك، أنه يكون مرتاح ومسترخي كثير، لما يكون أمام شيخ، في شيخ أمامه بيكون يعني بيكون متأهب أكثر. هذا ناهيك عن أنه سوء الاتصالات كما جرى لنا في الدرس الماضي وما إلى ذلك، يعني في كلمة بتغيب عني، يعني أنا هلأ صرت كبير بالسن بيجوز كلمة تغيب عني أو ما إلى ذلك، فبالاتصالات وعن بعد بيصير احتمال الخطأ أكثر. المتأخر لما يقبضوا على قول ابن عابدين يجب الزكاة، على قول بقية الحنفية لا يجب الزكاة. في سؤال آخر؟ نقف هنا إن شاء الله وجزاكم الله خير. سؤال. تفضل.
ما هي المعنى القريش؟ يعني عندنا الكلمات قريش إلى تقريبا 20 معنى، أشهرها قول ابن إسحاق وابن هشام التقرش، على قول ابن إسحاق هو التجمع، وعلى قول ابن هشام هو التكسب، وفي يضاف إلى قول ثالث وقول ينسب لسيدنا ابن عباس قريش بمعنى من سمك القرش لأنها كانت قبيلة عظيمة. يسمى القريش النضر أيضا، ليش؟ هو لقب بذلك، اختلفوا في مثل ما قلت في 20 قول لماذا سمي قريش، في خلاف طويل عريض، بعضهم سمى القبيلة لأنهم يتكسبون تكسبا، وبعضهم لأنهم كانوا متفرقين في كنانة واجتمعوا بعد ذلك، وبعضهم فهذا لقب وليس اسم لأحد. وفي خلاف أيضا بين النضر وبين فهر ابن مالك، أكثر الفقهاء يقولون أنه عند النضر ابن كنانة، والنسابين أكثر يقولون عند فهر ابن مالك. عندما يذكر الشيخ الأكبر الأولياء يذكر علوم مختصة لمراتب محدودة من الأولياء، هل هذه العلوم ناله أصحاب هذه المراتب في زماننا؟ من حيث الاحتمال نعم، لكن أنا يعني هذا سؤال عام، وقد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل، الاستثناء في 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 بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال آخر؟ سيدي في سؤال، أين نجد القول بجواز التلفيق عند الحنابلة والمالكية؟ عند المالكية تجده في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، نعم، وهو نسب الشيخ عليش هذا المصري الذي توفي أظن في القرن الماضي أو القرن الذي قبله، نسب القول للمصاروة هيك ذكر بالضبط مصار وجواز التلفيق في العبادات، ونسب المغاربة عدم جواز التلفيق وهو اعتمد قول المصاروي في ذلك، أما في الحنابل فتجد أكثر في الكتاب. يعني أنا ما وقفت على نص بتحريم ذلك، لكن يعني هذا يفقد الاحترام إذا كان هو معروف هذا الممثل من قبل. قراءة القرآن بذات وضوء مثلاً. نعم يجوز قراءة. السؤال هنا بالإنجليزي yes you may recite Quran from the cell phone because here you have a barrier and even if you don't have a barrier I think you may recite Quran even though it's impossible nowadays to have it without barrier. في سؤال ما رأيكم في مشاهدة أفلام يمثل الصحابة؟ I have answered this, you know, I did say that جاوب بالعربي أو بالإنجليزي، وبالعربي إجا السؤال ولذلك أنا جاوبته بالعربي، قلت إنه أنا ما وقفت على نص بتحريم تمثيل الصحابة لكن هذا يفقد الاحترام. Mistake among students for the non-Arabic speaker, they concentrate on the word per se and they don't look at the frame. I would like for any knowledge, even not Islamic knowledge, to look at the frame and concentrate on the word itself. هل يمكن أن توسع قليلا على موضوع حجية علم السيرة لمعرفة النبي حياة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت مع غير روايات أو كتب أو مع كتب الحديث الصحيحة؟ هذه الفرضية في السؤال أظن غير موجودة، وإذا تعارضت من حيث المبدأ مع 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 الكتب الصحيحة في اختلاف بين الدمياطي وبين الحافظ ابن حجر، الدمياطي بيقول هدول اختصاصهم بالسيرة فنأخذ به، وغيرهم بيقولوا حافظ ابن حجر بيقول إنه نأخذ بالحديث الصحيح.
عشرين صلاة وسلام على البروفيت محمد. Regardless of the difference, you know, since we are obliged to have salah and salam ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, we should have to do it whether we understand or not. We may understand the meaning, but I am slave of Allah, servant of Allah. When I give you the meaning or give you the difference or show you the difference, I'm going to show you according to my level, you know, not to Allah subhanahu wa ta'ala level. Here, salah and salam, you have magnificent difference. And the main thing, when Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, as narrated in some books of hadith, he said, As-salatu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amhaqu lil khataya min al-ma'i lil nar. That means it's going to take away the sinful action that we have. And wassalamu alayhi afdal min itqi riqab, to free slaves, you know, in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Should there is this text on the burn and bury? According to Hanafi, you should bury. According to the others, you should burn. This is the English question, that can you shred religious text or do you have to burn or bury? You may shred according to my understanding, you know, and according to Hanafi mazhab, you should bury. According to others, you should burn. هل يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين؟ To best of my knowledge, there is ijma' consensus about this, you know, as mentioned by Imam al-Subki. Imam al-Subki is very educated, highly educated person, and he said, yes, this is permitted at any word or any sentence you use. Kutub al-Ansab, this is my experience, you know, I'm not knowledgeable in all of matter, you know, but this author, Ibn Hazm, يعني, he is precise, you know, in most of his cases, you know, and there's a book for him called Jamharat al-Ansab. And you'll get used, you know, if you follow Ibn Hisham, you know, by those Ansab, even though the Ansab that mentioned by Ibn Hisham is going to be related to him, sallallahu alayhi wa sallam, or related to his seerah. Other question? Sadia, how do we deal with narrations that are very weak in Sirah? Give me example of narration very weak. The there is موضوع, you know, حديث الغرانيق موضوع, and the other thing you موضوع, and there is يعني even the صحيح authentic narration, I think the understanding of it, you know, is going to have significant difference, you know, between the lover and the non lover. أنا وقد شاع إيماني بكل كمالامه فما شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأنا أعتقد أنه كتاب رسالة الخلوة هي لسيدنا الشيخ الأكبر, وعلى ذلك نعم أنا أنصح بها. في إطلاق السلام على غير الأنبياء والملائكة. اصطلاحا كما قال الإمام النووي لا يجوز, لكن هو جرى من قبل كثير من الناس إطلاق السلام على في المذهب الحنفي, ما وقفت على نص في ذلك, لكن هو الإمام النووي ذكر يعني بجوز أن تقول في حق النبي عز وجل من حيث المعنى, من حيث عزته وجلاله, لكن هذا اصطلاحا يطلق على الله لا يطلق عليه. قوة وضعف البحر الرائق. بحر الرائق بالنسبة لكتب المتأخرين في الحنفية هو كتاب معتمد ومفصل, وقال
قد تجد فيه بعض المسائل. أنا وجدت فيه مسألتين ليستا في حاشية ابن عبد. بحر الرائق is trusted and highly confident book, you know, from the latest Hanafi, and it may contain certain مسائل not contained in حاشية ابن عابدين. In my experience, I have two of these مسائل. لماذا سيدنا جبريل تخشى؟ While reading it, what should a student know and keep in mind? I think البحر الرائق is quite long one, you know. You should have shorter one, you know. And I highly recommend الاختيار for the one who wants to see in all branches, you know, of fiqh, the one who is going to restrict himself for ibadat, Maraq al-Falah is a very good one. This is mentioned by some scholars about Sayyidina Jibreel. يعني I'm answering this question, why did he take the form of Sayyidina Dihya al-Kalbi? This was answered by some of the scholars, this as a indirect message from Allah subhanahu wa ta'ala that the beauty is between you and you, between me and you, between Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty Allah, and his messenger. نعم إذا أردت أن تأخذ القراءات العشر بدك تقرأ ختمة كاملة في كل القراءات العشرة وبدك تقرأ متون على ذلك. ما هي المسألتين في البحر الرائق؟ مسألة عدم أو تعدد الكفارة، ومسألة إنه هل يحسب على الرؤوس أو يحسب على الأنصبة لما يكون ثلاثة مشتركون في عبد. أنا بعرف إنه ما عرفته أنت، بس أنا شو بدي أساوي؟ يعني أنت قلت لي اسأل ما هي المسألتين في البحر الرائق، فأنا أقول لك هكذا، وإذا بتحسن تعيدون عيدون. في سؤال آخر. سيدي، like in Samira Zayed, there's some riwayat about the Maulid Sharif that a bird came with a green cloth. Are these type of riwayat, should we be teaching kids these type of riwayat? You recite in the Holy Quran Surah Al-Fil. In my imagination, that many of those extraordinaries did happen, you know, during the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This hadith that you pointed at, you know, has been mentioned in Dalail al-Nubuwwah by Abi Nu'aym, even though he said this is hadith munkar. Okay, here I would like for myself and for the others, you know, to know the reality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not the fake stories. Some people, they don't know anything about him except the fake stories, which I don't like, or hesitant to have it. هل تفسير كنت تعلمه هو وهب من الله؟ I think هو وهب من الله. كل شيء يمكن أن يكون بالتعلم، لكن هنا هذا إذا كان نبوة، ومتفق عند أهل السنة على أن النبوة هي هبة من الله. والإمام قال لما قيل له أنه في واحد بأول، فقال أي تلاعب بالنبوة بينكم؟ حديث المسلسل بالرحمة والمحبة، الحديث المسلسل بالرحمة الراحمون يرحم، هذا ينقطع التسلسل عند سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، عن أبي ظبي، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مسلسل بالمحبة: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا بنصح المستمعين، أنا كنت كثير الأسفار وأحيانا أحرج بالصلاة لما أقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أنا لا أعرف كيف الله بيسر الأمور.
هل نقرأ من كتاب قصص الأنبياء للكسائي مع أولادنا؟ أنا ما طلعت على هذا الكتاب حتى أعرف، وما أظن أن الكسائي له كتاب في ذلك. هل أحد مشايخ شرح السيرة النبوية خلال آيات القرآن مع أسباب النزول؟ هذه يمكن أخذها مباشرة من التفاسير ومن أسباب النزول، أما أنا ما طلعت على واحد صنع السيرة النبوية تبعا للقرآن الكريم. في سؤال آخر؟ سيدي، is piety a condition to have علوم الأولياء؟ And what are, can you just talk about علوم الأولياء a little bit? علوم الأولياء ما ذكره البخاري في صحيحه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعدين إذا بيصير هذا حالة جذب في اصطلاح الصوفية، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا سألني لا أعطينه، ولا استعاذني لا أعيذنه. I think the piety, and this is Sheikh Al-Akbar, he concentrate on it, you know, a lot, you know. I think it's a must. متى ستزور في أمريكا مرة أخرى؟ عندما يكون هناك الواقع، يعني الواقع في شخص عزيز علي سافر منذ فترة، وأنا ما سافرت معه لأنه أنا لا أريد أن أترك تدريس القرآن هنا، لكن إذا كان في نفع أسافر إن شاء الله. هل يجب الحرص على الإجازة باب وجود نسب متصل؟ لا يشترط الإجازة، وأنت إذا قرأت على رجل هذا يعتبر نسب متصل إلى الله. في سؤال آخر؟ See, there's a question that did Shaitan have علم أولياء before he was kicked out of Jannah? I'm too hesitant to say علم الأولياء. I say علم بالله. And Iblis was one of the most famous one in his knowledge in Allah سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يحصل علم الفراسة؟ هذا علم كسبي وعلم وهبي. هل طرق الصوفية وصل الصحابة؟ على طريقة الصوفية نعم، على طريقة المحدثين لا، لأنه يوجد تربية أويسية، وهذه المحدثين لا يعتبرونها موصولة، يعني بيعتبروا هذه الأسانيد منقطعة. بالنسبة لتفسير الرؤية، هل تنصحون بأي كتاب ما؟ طبعا أنا أتكلم عن تجربة كتاب سيدنا عبد الله النابلسي، من أشهر الكتب في ذلك. Does Allah سبحانه وتعالى fulfill every intention? You should ask Allah, you know, and we should keep asking Allah سبحانه وتعالى. And I'm sorry I cannot answer this question since this is matter of Allah سبحانه وتعالى, not my matter. في سؤال آخر؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.